Smile. 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 Now? Now. Oh! Hey guys! Aya here! Hope everyone's having a great day! في فيديو اليوم دقيقة اكتبوا تحت بالكومنت ايش برأيكم أصعب وأخطر مهنة في أنا شخصياً برأيي أصعب وأخطر مهنة هو إنك تكون مدرب تماسيح. فك التمساح قوي جدا والتمساح هو صاحب اقوى عضة في مملكة الحيوانات. لو حصل بعد الشر انه هجم عليكم تمساح وقررتوا انكم تحاولوا تدافعوا عن نفسكم مهما حاولتوا انكم تضروا التمساح حيكون صعب جدا تقريبا مستحيل لانه جلد التمساح قوي جدا. عشان كذا انه ناس يقولوا لو هجم عليكم تمساح الحاجة الوحيدة اللي ممكن تأثر فيهم هو العينين فهجموا وخبطوا العينين. وبعد الكلام هذا كله في فيديو اليوم حكون مدربة تماسيح لمدة يوم كامل وحشارككم تجربتي. خلونا نبدأ. في فيديو اليوم حنسافر إلى فلوريدا الولاية اللي عندها أكثر من 2 مليون تمساح. برعاية ستوريتيل. للي ما يعرف ستوريتيل تطبيق للكتب الصوتية وعندهم آلاف الكتب الصوتية باللغتين الإنجليزية والعربية وممكن تنزلوا التطبيق على الأندرويد والآي أو إس. من مميزات الكتب الصوتية هو الاستماع للكتاب وانتوا بتعملوا حاجات ثانية مثل أثناء الأكل السفر وغيره. تقدروا تحملوا الكتب المتوفرة على ستوريتيل وتسمعوها بدون انترنت. في حال وقفتوا الاستماع للكتاب على تطبيق ستوريتيل تقدروا تحطوا علامة على الصفحة اللي وقفتوا فيها. مش كذا وبس، تقدروا انكم تسرعوا او تبطئوا القراءة بالطريقة اللي تناسبكم. الاشتراك في التطبيق هو 10 دولار شهريا ولكن تقدروا تجربوا ستوريتيل لمدة 14 يوم مجانا. لا تنسوا انكم تحملوا ستوريتيل وحتلاقوا كل المعلومات هذه تحت في صندوق الوصف. خلونا الان نبدا الفيديو. صباح الخير، الآن الساعة 7:30 وأنا في طريقي إلى شغلي الجديد اللي هو يبدأ الساعة 8 الصبح، فالآن حنروح مع بعض. الصراحة لسه مش مستوعبة اللي بيحصل، فعلى ما أظن حياخذني وقت بس بدأت يعني أخاف شوي في نفس الوقت متحمسة، فخلونا نروح ونشوف إيش حيحصل. والله بدأت أخاف جايز، بدأت أخاف. Hey guys, لو عجبكم الفيديو بليز لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، شكرا كثير. لما وصلت ودخلنا المكان اول حاجة خلونا نسويه هو انه نوقع على ورقة تقول انه هما مش مسؤولين على اي حاجة ممكن تحصل لنا وانه احنا عارفين انه اللي حنسويه الان في خطر كبير على حياتنا. فانا جالسة اقرا ورقة جالسة تقول انه في احتمال ان انا اموت وشايفة المدرب جاي بتماسيح. في هذه اللحظة والله جايز يعني كرهت نفسي وقلت ايش هذا اللي انا جالسة اسويه بنفسي. Oh my god, okay. Don't drop my baby. لأنه لاحظ المدرب إني خايفة كثير، أول حاجة خلاني أسويها هو إنه أمسك تمساح صغير عمره 7 شهور.
لما بدأ التمساح يتحرك خفت كثير لأنه لزج وكنت خايفة يسقط علي. رغم أن التمساح هذا صغير إلا أنه أسنانه حادة جدا ويقدر يقطع إصبع أي حد بسهولة. تخيلوا يا جماعة الحجم هذا يتحول إلى الحجم ذا. بعد كذا خلاني أمسك تمساح عمره 3 سنين والآن جالس يشرح لي الطريقة كيف أمسك التمساح. هذا كله بس عشان يهيئني للتماسيح الكبيرة. مستحيل تتخيلوا قوة التمساح اللي أنا ماسكاه. 80% من جسمه معمول من العضلات. لو بتتساءلوا ليش فم التمساح مربوط كذا، هو لأنه في قانون في فلوريدا يمنع منعًا باتًا أي إنسان غير المدربين يمسك التمساح وفم التمساح مش مربوط. رغم أن المدرب هذا متخصص بالتماسيح إلا أنه خلاني أتعامل مع حيوانات ثانية مثل السلحفاء، ثعبان، أيوة ثعبان. Model it girl, model it, rock it out. الثعبان كان ثقيل جدا، وزن الثعبان 40 كيلو. Big snake. Help. You're doing great. She's shaking. She's actually. Don't move your feet. Okay. I got you. Oh, I'm here. Oh, there you go. Okay, I'm not gonna move my feet. للآن مش مصدقة إنه أنا شلت ثعبان. يعني ياخ مش عارفة كيف سويتها. بنت الذين شدت شعري. شعري. كنت عاملة كذا يعني. بعد ما خلصت أتمرن مع الحيوانات الثانية أخيراً أقدر أبدأ يومي كمدربة تماسيح وأتعامل مع التماسيح الكبار. أول وأهم حاجة يسووها المدربين الصبح هو أنه يأكلوا التماسيح عشان ما يكونوش متوحشين لما يجوا الناس. التماسيح هنا منقسمين إلى مجموعات، وتغذية كل مجموعة تختلف عن الثاني. مجموعة التماسيح اللي انتوا بتشوفوها الآن هي متمرنة للقفز لفوق، فلهذا السبب احنا بنأكلها بالطريقة هذه، انه حاطين قطعة اللحمة على العصا عشان ينطوا لفوق ويأكلوا اللحمة. بالطريقة هذه احنا بنغذيهم ونمرنهم في نفس الوقت. في ناس تيجي من ولايات مختلفة بس عشان تشوف التماسيح هذه تقفز لأعلى مستوى ممكن. عندي إحساس إن أنا جالسة أكلهم غلط عشان كذا مش راضين يقفزوا، لكن عادة التماسيح تقدر تقفز لمستوى عالي جدا زي كذا. التماسيح هذه ما كانتش حتى بتحاول تنط، ف أكيد أنا كنت بسوي حاجة غلط. خلونا الآن نتعرف على أكبر ددوم وأضخم ددوم تمساح في المكان هذا، اسمه تشستر. قصة التمساح هذا انه كان في ناس عايزين يقتلوه، لكن المدرب اتبناه، والسبب انه الناس كانوا عايزين يقتلوه لانه التمساح هذا كان ياكل كلاب الناس. زي ما انتو شايفين التمساح هذا ما اتفاعل معانا، ولهذا السبب ما اعطيناه اكل. وهذه هو الطريقة اللي المدربين يدربوا فيها التماسيح، انه لو تفاعلوا معاهم وتسمعوا كلامهم يعطوهم اكل، ولو ما سمعوش كلامهم ما يعطوهمش اكل. وسبب ان المدربين بيعملوا كذا عشان يقدروا يتحكموا بالتمساح. التماسيح البيض اللي انتو شايفينها الان نادرين جدا 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 جدا. جايز قيمة التمساح هذا 3 مليون دولار، لأنه نادر جدا، لونه أبيض وعيونه زرق. مستحيل إنه تلاقوا نفس التمساح هذا في أي مكان. باقي منهم 13 بس في العالم كله. Smile. No. No.
مش عارفة مالي جايز، بس مش قادرة ارمي اللحمة في فم التمساح. فالراجل جالس يقول لي آية ارمي لداخل فم التمساح، والتمساح يعني جوعان كثير، وانا جالس ارمي اللحمة على يد المدرب. كانت يده حتروح فيها، مسكين الراجل متوتر لان التمساح جوعان وانا مش قادرة اكله. كان التمساح حياكل المدرب وحياكلني بسببي، والمدرب جالس يرجع لورا خايف. تقدروا تشوفون ان المدرب بدأ يعصب فوقي ان انا مش قادرة احط اللحمة في فم التمساح. Smile. اكتبوا لي تحت في الكومنتس كم ممكن تاخذوا عشان تدخلوا معاهم في المي. انا لو يعطوني مليون دولار مستحيل مستحيل ادخل. رحنا لأكثر من مكان عشان أكل التماسيح، لكن أنا في اللحظة هذه اقتنعت إنه أنا مستحيل أكون مدربة تماسيح، لأنه مش قادرة أسوي أبسط حاجة إنه أدخل اللحمة داخل فم التمساح، والحاجة الوحيدة اللي أنا جالسة أسويها هو إنه أرمي اللحمة على يد المدرب. أوكي جايز، الآن بدأوا الناس يدخلوا تقريبا الساعة 10:30، واللي يحصل انه اول ما الناس يبدأوا يدخلوا كل المدربين يخلصوا شغلهم ويروحوا لعند الباب اللي هو الجيت، يعني يروحوا عشان يستقبلوا الناس لما يدخلوا ويشرحوا لهم اكثر عن المكان ويشرحوا لهم اكثر عن التماسيح وكذا. ولانه انا بس عاملة البروجرام هذا ليوم واحد، بقدرش انا اسوي هذا الشيء لانه انا ما فهمش بالتماسيح، فلو اي حد سألني اي سؤال يعني مش عارف اجاوب. فلهذا السبب تقريبا خلصنا. ما فيش فايدة جايز، والله تعبانة صراحة. الشغل المدربين مش سهل لأنه بتحط نفسك في خطر، وهذول حيوانات شرسة بشكل يعني غير طبيعي. بس استفدت كثير وتعلمت كثير وكان يوم جميل. وكذا خلصنا من تجربتي كمدربة تماسيح، واكتشفنا مع بعض ان الشغلانة هذه مش لي خالص. رغم انه الاشياء اللي انا سويتها في هذا الفيديو قد تكون من اصعب واخطر الاشياء اللي سويتها بحياتي، لكن بتمنى انكم استفدتوا من الفيديو زي ما انا استفدت من الفيديو. اوكي جايز، كذا وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو بليز لا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا كثير على المتابعة، وبيس اوت.